يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله. دائما نقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه اسبوع جديده وايضا بدايه شهر جديد. قد ايه اليوم شهر اذار حلو، شهر مثل ما بنقول بدايه الربيع بيكون شهر أكيد. اذار اكيد احلى طقس بيروح للادفام، هيك بتحس انه دائما طاقه ايجابيه اكثر. صحيح. بدنا نقول يسعد صباحكم عن جديد، ان شاء الله هذا النهار يحمل لكم الخير الصحة والسلامة ودائما جبران الخاطر والرزقة الكريمة. مشوارنا الصباحي بلش معكم وضيوفنا اليوم من مجالات مختلفة وأيضا أخبارنا من المحافظات السورية ضمن تقاريرنا. يسعد صباحك. صباح الخير يا رشا، وأكيد صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية من وين ما كانوا عم يحضرونا وشو ما كانوا عم يعملوا. أكيد شهر جديد إن شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير والصحة والرزق وراحة البال، وأكيد أمنياتنا دائما لكم إنكم تكونوا دائما بخير وبرفقة الأشخاص يلي بتحبوها. محطاتنا لليوم عديدة ومتنوعة، ولكن كالعادة بنروح لفاصل صغير وبنبلش. وبداية صباحنا لليوم خلونا نروح لذاكرة الأيام ونشوف أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 2 آذار، كثير من الأحداث اللي تسجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام. بعام 1933 أول عرض لفيلم كينغ كونغ في نيويورك، وبعام 1953 بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون. ومثل اليوم من عام 1969 إقلاع أول رحلة تجريبية لطائرة كونكورد. ومن الوجوه اللي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1824 سمينتا موسيقي تشيكي. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1855 القيصر نيكولاي الأول إمبراطور روسيا الخامس عشر في الإمبراطورية الروسية. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، ومثل العادة ضمن صباحنا تعودنا يكون في مجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة كالعادة رح نتعرف عليها ونرجع. هل تعلم أن أقصر مسرحية في العالم كانت مدتها 30 ثانية؟ وهل تعلم أن شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه؟ وهل تعلم بأن الغراب هو أول طائر عرف على الأرض؟ وهل تعلم أن لويس براون هو أول طفل أنابيب في العالم؟ وهل تعلم أن بصمات أصابع الجنين تظهر بعد مرور 15 أسبوع من الحمل؟ وهل تعلم أن كمية الجليد الموجودة في القارة القطبية الجنوبية تعادل كل المياه الموجودة في المحيط الأطلنطي؟ أخيراً، هل تعلم أن القدرة على إضحاك الآخرين تعتبر علامة من علامات الذكاء؟ وبأولى تقاريرنا لليوم رح نروح على مديرية ثقافة الحسكة وبالتعاون مع كلية الآداب وفرع اتحاد الكتاب وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين أسبوعا ثقافيا بعنوان اللغة العربية هوية أم. حنروح بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم ويوم اللغة العربية، تقيم مديرية ثقافة الحسكة بالتعاون مع كلية الآداب وفرع اتحاد الكتاب وفرع اتحاد الفنانين التشكيليين أسبوعا ثقافيا بعنوان اللغة العربية هوية أمة. معرض الكتاب من إصدار هيئة سورية للكتاب واتحاد كتاب العرب، وسيكون أيضا هناك معرض للفنانين التشكيليين عن الخط العربي ومحاضرة يليها عن جمالية الخط العربي وعلاقته بالفنون التشكيلية، وختاما سيكون هناك ندوة عن اللغة العربية بالتعاون مع كلية الآداب
وغدا سيكون أيضا أنسية شعرية مجموعة من شعراء وشاعرات محافظة الحسكة. يوم الأول من الأسبوع الثقافي أقيم معرض للكتاب ضم أكثر من 500 عنوان أدبي منوع من منشورات وأصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب، وكان البيع بأسعار رمزية. المتوفر حاليا في محافظة الحسكة، لأنه الكتب في يعني تعتبر نادرة نتيجة النقل وما النقل وكذا هيك شغلة، إنه والمعرض هذا نحن نحاول إنه نوصل الكتاب لأبعد أو أكثر شريحة بين المواطنين وبأسعار رمزية. الشغل الكويس إنه بالحسكة في كتب، مع إنه الطريق صار له مقطوع من أول أزمة لهلا، ففرصة كويسة وحلوة كانت إنه عم نشوف الكتب بالحسكة بعد انقطاع طويل. بصراحة الكتب حلوة كتير، يعني أنا أول مرة أشوف تشكيلة واسعة وحلوة وجميلة. الكتاب يدفع الجيوش نحو النصر ويفتح المدن دون حروب. قال المتنبي على الكتاب: عز مكان في الدنيا سرج سابح، خير جليس في الزمان كتابه. فكرة جميلة أولا معرض الكتاب في يوم اللغة العربية، لأن الكتاب هو أول ناقل للغة العربية الفصحى، وبالحسكة صار في زمان كتير ما في هيك معارض، وكانت فكرة جميلة وإن شاء الله نستفيد ونفيد. هي كتب مفيدة ومو شغلة جديدة عن سوريا، رغم كل الأمور وكل الحروب اللي مرت علينا وصعوبتها لسه في فسحة أمل. الحضور دعوا لتكثيف إقامة معارض بيع الكتاب نظرا لحاجة القراء إلى الكتاب وأهمية رفض مكاتبهم الخاصة بعناوين وأصدارات جديدة، فيما أكد مجموعة من الشباب أهمية تنويع محتويات المعارض. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. أما هلأ مشاهدينا فصباح العسل السوري، واليوم السبت بتنطلق فعاليات مهرجان العسل الخامس الذي يقيمه فرع سوريا لاتحاد النحالين العرب، وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد الفلاحين، وأكيد كل هذا الشيء رشا بمدينة تشرين الرياضية بدمشق. أكيد هادي، وهي هذا المهرجان هو فرصة لعرض وتسويق منتجات العسل والمنتجات التي يدخل في تركيبها والمستحضرات التجميل والأغذية. طبعا بدنا نقول أنه عم يشارك بهذا العام نحو 50 نحالة. رح نحكي أكثر عن هذا المهرجان وأهميته، وضيفنا لليوم هو الأستاذ سليم زهوة وهو من اتحاد النحالين العربي. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ سليم. كلنا نعرف اليوم قديش العسل مهم بحياتنا، بغذائنا، بصحتنا وبشفائنا بالعديد من الأمراض. بداية خلينا نتعرف عن مهرجان العسل بدورته الخامسة، كيف تم التحضير للمهرجان؟ بالحقيقة مثل ما تفضلتك حضرتك أنه العسل نعرف كثير عن فوائده الغذائية الصحية، لكن من الضروري نزيد التعريف بموضوع أهمية العسل في التنوع الحيوي، في زيادة الإنتاج الزراعي، في إنتاج غذاء جيد، أو من الناحية النوعية هو أفضل بكتير، ومن الناحية الكمية بنفس الوقت. التحضير تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فهي الجهة الحكومية المعنية بقيادة قطاع تربية النحل والإشراف عليه ووضع السياسات والخطط الوطنية، لكن أيضا بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة في سوريا والتي تهتم بقطاع تربية النحل كاتحاد الغرف الزراعية، نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى اتحاد الفلاحين كمنظمة تعنى أيضا بالجمعيات ذات العلاقة بالعمل الإنتاج الزراعي ومن بين تربية النحل بشكل خاص. طيب أستاذ خلينا نروح للفعاليات، شو محضرين، كيف حيكون هذا المهرجان، وأكيد هو بالنسخة الخامسة لإله لهذا العام. طبعا بالنسخة الخامسة حاولنا نواكب بين النشاطات الترويجية التسويقية. هو المهرجان كفكرة أولية انطلق من نقطة أنه ضرورة ربط المنتج بالمستهلك، كسر الحواجز اللي بتقف عائق أحيانا بالتواصل المباشر بين مربين النحل وبين المستهلكين، لكن
سنويا عم تتطور بعض الافكار، عم نضيفوا شيء، عم نضيف شيء لتنويع النشاطات في الحقيقه. السنه هو اكثر من فرصه ترويجيه او تسويقيه لبعض منتجات الخليه بشكل عام، العسل بشكل اساسي، لكن لا يمنع من التطرق او تسليط الضوء على المنتجات التجميليه او كل المنتجات التي يمكن للعسل او منتجات الخليه تدخل، سواء تجميليه غذائيه طبيه. لكن السنه واكبناها ببعض النشاطات للتوعيه على سبيل المثال، ايجاد قاعه تفاعليه يمكن للزوار اللقاء مباشره معنا حاليا او مع مختصين وخبراء بيشتغلوا بمجال النحل، عندهم خبره كافيه ممكن الاجابه على التساؤلات مباشره. واكبناها بنشاطات علميه بالتعاون ايضا مع جهات وطنيه، على سبيل المثال ادخال نظم المعلومات الجغرافيه الخرائط الرقميه في موضوع اداره المناحل وتحديد المراعي النحليه، تحديد الحموله النحليه بالتعاون على سبيل المثال، بالإضافة إلى النقابات أو الجهات المعنية كشركاء في التنمية، دار التقنية الحديثة. أيضا هناك بعض الجوانب التسقيفية، هي سلسلة ندوات ستقام على هامش المهرجان أيضا للتطرق لموضوع ليس فقط النحل والصحة والغذاء، لكن النحل والإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي والحفاظ على البيئة، تسليط الضوء على الجوانب أو المناحي المختلفة للنحل هي أكبر حافز يمكن للحفاظ عليه واستدامته. تمام أستاذ، بعد ما خبرتنا عن المشاركين اليوم بالمهرجان، حابين نتعرف أكثر من حضرتك شو هي المنتجات اللي رح تكون موجودة ضمن هذا المهرجان بدورته الجديدة؟ بالحقيقة هي كل منتجات الخلية، يعني ابتداء من نحن مركز دائما على العسل ك أهم منتج من الناحية الكمية أو اللي إلى فائدة اقتصادية مباشرة، لكن ما بننسى العكبر، ما بننسى الشمع، ما بننسى الإمكانية الاستخدامات سواء في الناحية الغذائية سواء في الناحية الطبية. وبالتالي الدخول إلى قطاعات أخرى ذات علاقة بالأمور التجميلية وبالأمور الصحية بالإضافة إلى الخلية. طبعا حاولنا في نسخة المهرجان الخامسة من خلال بعض المشاركات الوصول إلى موضوع البيئة، الحفاظ على النحل، دخوله في العسل والمنتجات الأخرى، أيضا في الصناعات اللي ممكن نستخدمها في الحياة اليومية كالصابون والمنظفات، والهدف منه هو الحفاظ على البيئة بشكل أساسي والحفاظ على صحة الإنسان. طيب خلينا، كونك ذكرت حضرتك المشاركات، نضوي حضرتك هل حيكون في مشاركات دولية أو بس اكتفيتوا بالمشاركات المحلية؟ بالنسخة الخامسة في الحقيقة اكتفينا بالنشاطات المحلية والمشاركات اللي من الجانب القطاع الوطني. في الحقيقة يعود الموضوع إلى تاريخ المهرجان، راعينا أنه يناسب النحالين من فترة سكون تقريبا في النشاط في المنحل، وبالتالي اختيار فترة لا تتعارض مع العمل. متى هي فترة النشاط الذروي عندهم؟ هلا بفترة الربيع. تبدأ مع مرحلة التوسع في الخلايا، مرحلة التطريد للخلايا، بعد فترة البيات الشتوي اللي مر فيها النحل، وبالتالي البحث عن مرعى في بداية موسم الربيع بالضبط، مع ارتفاع درجة الحرارة، زيادة فترة الإشعاع الشمسي، ظهور النباتات الجديدة والأزهار الجديدة، البحث عن مرعى يمكن أن يوفر احتياجات النحل الغذائية. تمام. طيب لكن مرتبط بالنواحي المناخية بشكل أساسي. أكيد. طيب اليوم كيف عم بيكون وضع إنتاج العسل بهذا العام؟ في تغيرات، في تقنيات جديدة اليوم موجودة؟ في الحقيقة هو برتبط بالظروف المناخية، برتبط بالمرعى وتوفره، برتبط بإمكانية نقل الخلايا إلى المرعى. يعني في السنة الماضية على سبيل المثال شهد
العام الماضي إنتاج منخفض نسبياً، والسبب الرئيسي هو تأخر فترة الأمطار. صحيح. ونشهد في المنطقة بشكل عام أو في دول العالم بشكل عام لو ردنا نقول نوع من التغيرات المناخية التي تحدث. هذه التغيرات تظهر بأعراض مختلفة. في سوريا هو عبارة عن انزياح في الموسم المطري، يعني بدء موسم الأمطار متأخر نسبياً. سابقاً كان في شهر أيلول بداية شهر تشرين الأول، حالياً عادةً انحباس مطري أو بدء موسم الأمطار يبدأ بشهر 11 أحياناً في بداية 12. هل انزياح في الموسم المطري بيؤدي إلى تأخر في عملية الإزهار في لدى بعض النباتات في الربيع، وبالتالي حتى في السنة الماضية في المنطقة الساحلية عملية عدم الاستقرار المطري في بداية الموسم أدى إلى انخفاض في عدد الأزهار، في إنتاج الأزهار الموجودة، وبالتالي بدء موسم نشاط النحل ترافق مع انخفاض في كمية الأزهار أو المرعى. هل أمر هذا بيؤدي إلى انخفاض الإنتاج؟ طبعا درجة الحرارة تلعب دور كبير كتير كتير بنشاط النحل بشكل عام والخلايا. الظروف المناخية أمطار عادة وحرارة بيأثروا، لكن إذا تعاقب على سبيل المثال مع فترة صقيع أو فترة باردة ولو لعدة أيام متتالية، إذا انخفضت درجة الحرارة عن حد معين بتؤدي إلى التأثير على الخلية والنشاط. طيب، نفهم من حضرتك اليوم انخفاض الإنتاج بسبب الظروف المناخية عم بيكون بسبب بارتفاع أسعار العسل مقارنة مع السنوات الماضية؟ هلا هو موضوع التكاليف ترتبط صراحة بموضوع الوفرة، لكن أيضا ترتبط بالتكاليف الإنتاج. عادة العسل كلما زاد العرض بينخفض السعر وبأثر على السعر، لكن التأثير على السعر بشكل عام ما بيكون قوي جدا ولو زاد العرض قليلا. السبب هو ارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة النقل. النحل يعتمد على الموسمية، أي ضرورة تنقيل الخلايا من منطقة لأخرى بحثاً عن الأزهار، عن المراعي النحلية. فالخلايا ليست ثابتة في المنحل في المكان، وبالتالي تكاليف النقل عم تزداد، كله يؤثر على سعر المنتج النهائي. والتكلفة اللي بتضطر المربي النحل يتحمل على سبيل المثال حتى أجور العمالة عم تختلف، حتى بعض المواد البيطرية اللي بيحتاجها في الحفاظ على صحة النحل أيضا عم تختلف وترتفع. تمام أستاذ، خلينا نحكي أكثر عن نشاطات اتحاد الناحلين العرب بسوريا، حابين نضوي أكثر على هي النشاطات. بالحقيقة النشاطات الاتحاد اللي تم الترخيص لافتتاح فرع له في سوريا في 2021 بموجب مرسوم جمهوري و إعطاء كافة الصلاحيات والامتيازات لمجلس اتحاد الوحدة الاقتصادية العربية، تنقسم إلى قسمين أو يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين. مجمل النشاطات التي تندرج ضمن البرنامج النظامي واللي بترتبط بنشاطات الاتحاد في موضوع التثقيف، التوعية، التواصل الجماهيري، التنمية المجتمعية، كل شيء يرتبط في هذه النشاطات. لكن أيضا في برنامج ميداني، برنامج حقلي يتم من خلاله تنفيذ مشاريع سواء تهدف إلى تطوير ودعم تربية النحل أو قطاع تربية النحل بشكل أساسي، أو تعزيز دور النحل في التنمية المجتمعية، في تحسين سبل العيش، تعدد مصادر الدخل. ينفذ الاتحاد أو نفذ عدد من المشاريع، وهناك مشاريع قيد التنفيذ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاون مع بعض الشركاء التنمية العاملين في سوريا كمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. كل هذه النشاطات تتم
بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عملية التنفيذ. وهذه النشاطات تستهدف دائما من كان يعمل بالنحل أو من له الرغبة بأن يمارس هذا النشاط كمورد جديد أو مورد إضافي لتحسين دخل الأسرة الريفية بشكل عام. طيب خلينا نروح لتكريم النحالين القدماء، حنشوف هيك فعالية، وين حيكون التكريم؟ بالحقيقة التكريم السنة اتجه إلى منحة آخر، وهو تقدير أو نوع من التقدير والعرفان بالجميل لمن بدأ مبكرا في عملية تربية النحل واستدام في هذه المهنة. هناك بعض النحالين ممكن نطلق عليهم بعض العبارات، نقول كبير النحالين، شيخ النحالين، شيخ الكار، من بالضبط من يعمل من 50-60 سنة بدأ العمل لكن انتقل من جيله إلى جيل الأبناء والأحفاد والرثة، وبالتالي المهنة أصبحت مهنة وليست هواية. عادة النحل في معظم الدول يبدأ بهواية ببعض الخلايا لتأمين احتياجاته الذاتية كأسرة، لكن سرعان ما ينتقل في بعض الأحيان ليصبح مشروع اقتصادي، تصبح مهنة يمارسها. لكن في السنة في العام الحالي حبينا نكرم بعض كبار النحالين اللي بدأوا من عقود من الزمن بعملية تربية النحل لكن ورثوها للأجيال اللي أتت من بعدهم، وبالتالي اسم العائلة اقترن تقريبا بعملية النشاط. اليوم هاي الخطوة تحفيزية اليوم كرمال الاستمرار بهذا النشاط وهي المهنة، كرمال تضل موجودة تضل عايشة متوارثة. هي بالحقيقة كتير ملاقية نحن خطوة كاتحاد، بسبب أنه تكريم من عمل وقدمه عرفان بالجميل وتقدير لجهوده، لكن هي تحفيز لجيل الشباب. لأني عم نلاحظ هلأ أغلب النشاطات التدريبية للاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء وزارة الزراعة سواء أكساد كمنظمة عربية للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، سواء النقابات، تسعى إلى التركيز على جيل الشباب، إدخال جيل جديد يهتم بتربية النحل ويمكن أن يعتبره في بعض الأحيان ليس كنشاط أساسي لكن نشاط مساعد، يعني إلى جانب النشاطات الزراعية يمكن أن تدخل تربية النحل كنشاطات متعددة أو إضافية تساعد في تحسين دخل المزارع. تمام. اليوم دي مهمة هي المهرجانات يمكن للتواصل والتفاعل المباشر بين المنتج والمستهلك، أستاذ دي ممكن يكون في تواصل بيناتهم أكثر ليعرفوا أكثر عن أهمية العسل، عن أنواع الموجودة. خبرنا كيف كان الإقبال من السنوات الماضية من قبل الناس. فكرة إقامة المهرجان هي عبارة عن تعريف، هي عبارة عن نوع من النشاطات اللي ممكن تندرج ضمن النشاطات الثقافية توعية مجتمعية. صحيح. من خلال تسليط الضوء. طبعا دور الإعلام على سبيل المثال في كل المهرجانات من الضروري الإشارة إلى أنه حتى الاتحاد الرياضي العام يساهم مع الإعلام، يساهم مع وزارة الزراعة من خلال كل حسب جهده وحسب قطاعه وحسب عمله في تسليط الضوء على الظاهرة. الاتحاد الرياضي العام على سبيل المثال مشكورا قدم القاعة لإقامة المهرجان. الإعلام يواكب النشاط من خلال التغطية الإعلامية، سواء لندوات سواء للنشاطات الثقافية سواء لزيارة الأجنحة واللقاء المباشر مع مربي مع مستهلك، تعرف إلى التحديات والمشاكل من خلال هذه المهرجانات. المهرجان هو فرصة يمكن لتسليط الضوء على بعض التحديات وضرورة الحد من بعض المشاكل أو الصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام. طيب دكتور خلينا هيك نذكر المشاهدين كرمال كل حدا عم يشوفنا يستفيد من هذا المهرجان ويكون فرصة حتى يروحوا ويزوركم، لأيمت بقيان المهرجان؟ وفي الحقيقة دي تم الافتتاح رسمياً من قبل معالي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم السبت الساعة 5، يمتد من 2 آذار لغاية 9، والدوام بده يكون من الساعة 12 للساعة 8 مساءً.
في صالة تشرين مدينة تشرين الرياضية في الصالة الرئيسية، وبدت تم كافة النشاطات ضمن القاعة. تم تخصيص بعض الأماكن سواء للحوار التفاعلي أو لإقامة الندوات وترتيب كافة الأجنحة، وتم اتخاذ الاستعدادات للافتتاح اليوم إن شاء الله الساعة 5 عصرا. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم هيك بمشاركات دولية على هيك المستوى الدولي، ونشوف دائما نحن نفتخر بكل عمل سوري ضمن الظروف المتاحة اللي عم تمرق فيها سوريا. بدي أتشكرك الدكتور سليم زهوة نائب رئيس اتحاد النحالين العرب، نور صباحنا لليوم، وبالتوفيق لجميع الكادر الموجود بالمهرجان. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير كثير، وشكرا للإعلام وشكرا لقناة الإخبارية. أهلا وسهلا بحضرتك على هذه التغطية وهذا واجبنا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا. أما هلا رشا صار الوقت لحتى نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. أكيد هايدي تعودنا كل نهار سبت نروح للمتنبئ الجوي، وكونه نحن بداية شهر أذار، شهر هيك اللمسات والنسمات الحلوة الدافية، فأكيد ما بنعرف إذا حيكون الجو حيستمر بهذا الدفع، وسمعنا في منخفض. خلينا هيك نروح للمتنبئ الجوي حسن الجردي، حيكون معنا عبر اتصال هاتفي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا خلال هذا الأسبوع. يسعد صباحك أستاذ حسن. صباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تحطنا بصورة الوضع العام، كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الأسبوع؟ هل حيكون في منخفضات أمطار أو يعني نحن بهذا الجو؟ تكرم عينك. بالنسبة للحالة الجوية خلال 24 ساعة القادمة، فكرة عن أحوال الطقس خلال هيدا الأسبوع، هلا بشكل عام حالة الاستقرار اللي احنا عايشينها رح تضل مستمرة لليوم، واليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، والحرارات رح تكون بشكل عام خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها من 2 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية، والأجواء بشكل عام عم تكون بين الصحوة والغائمة جديا. لكن اعتبارا من ساعات المساء والليل لهذا اليوم يبدأ تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بتيارات غربية باردة ماطرة تؤدي إلى حالة عدم استقرار وهطولات مطرية تبدأ من الساحل السوري، تمتد خلال ساعات الفجر الأولى ليوم بكرة نهار الأحد إلى الشمال الغربي أجزاء من المنطقة الوسطى، لتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة بالمنطقة الساحلية. يعني تأثير المنخفض راح يكون خلال ساعات المساء والليل، تتغير الأجواء في انخفاض على درجات الحرارة، الحرارات لنهار بكرة بتكون حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل بأغلب المناطق والمدن السورية، نشاط بسرعة الرياح، الرياح هتكون بشكل عام لليوم شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والبارد، في هبات بتتجاوز 45 كيلومتر بالساعة بتؤدي إلى إشارة الغبار ببعض المناطق الداخلية، بتؤدي إلى أجواء سليمية مبرة بهذه المناطق، البحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. الأنهار بكرة رح تكون الأجواء غائمة جزئيا بشكل عام، فرصة الهطل المطري موجودة بمناطق متفرقة من البلاد، الهطولات بتكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد في بعض الأحيان، الغزارة بتكون بشكل خاص في المنطقة الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية، الرياح بتكون شرقية لشمالية شرقية بالجزيرة بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، معتدلة مع هبات بكرة النشاط بسرعة الهبات بيكون 65 كيلومتر بالساعة، النشاط بيكون واضح والبحر متوسط ارتفاع الموج. حالة عدم الاستقرار بتظل موجودة معنا لنهار الأحد والاثنين، استقر الأجواء بشكل جزئي يوم الثلاثاء وبنتأثر بحالة عدم استقرار ثانية ومنخفض جديد يومي الأربعاء والخميس، ولكن بفعالية بتكون أكبر وأشد برودة بيؤدي إلى هطولات مطرية تتميز بالغزارة تحديدا بالساحل بالشمال الغربي مع هطول للثلج بالمرتفعات الجبلية العالية. بشكل عام هيدا الأسبوع رح يتميز إنه أسبوع رح يكون أقرب الأجواء الشتوية بالامتياز، ونحن بالجزء الأخير فصل الشتاء ومستمر معنا فصل الشتاء حتى يوم الاعتدال الربيعي، هلأ بيكون تقريبا ب 21 هيدا الشهر أو 22 آذار تحديدا، الأجواء راح تكون بشكل عام غير مستقرة هيدا الأسبوع، الاستقرار راح يكون جزء نهار الثلاثاء، باردة هطولات مطرية هطولات الارتفاعات الجبلية العالية، يعني هيدا الأسبوع مختلف تماما عن الأسبوع السابق، والأجواء المستقرة اللي عشناها رح يكون استمراريتها معنا فقط لليوم. احتمال الهطل المطري بالعاصمة دمشق ومحيط العاصمة دمشق لنهار بكرة وبعد بكرة رح يكون وارد، ولكن عالية أقل احتماليته قليلة، ممكن تكون الأجزاء الغربية والشمالية من محيط العاصمة دمشق الهطول تكون فيها جيدة نوعا ما.
درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 20/7 القنيطرة 19/7 القلمون المجمعات الجبلية 16/3 درعا 22/8 20/5 المنطقة الوسطى حمص 20/6 حماه 18/7 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 16/5 الساحل السوري الذي يطرق 23/12 الشمال حلب وإدلب 17/7 دير الزور الرقة 24 بدير الزور ورقة 19/3 وأخيرا بالأهلية السورية مدينة تدمر 19/5 حذر من الأجواء الصقيعية بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ومن تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق الداخلية نتيجة الأجواء السديمية المقررة. وبرجع وبذكر أنه حالة عدم الاستقرار بتبلش اليوم بالليل بالساحل وبتستمر معنا حتى يوم الاثنين في استقرار انهار الياسة وبرجع تتدد بفعالية أشد وبرودة أكثر مع هطولات بتكون أشد نزارة يومي الأربعاء والخميس القادم بإذن الله تعالى. نعم أستاذ حسان الجردي شكرا لحضرتك على كل المعلومات اللي ذكرتها ودائما بنقول بردا وسلام وإن شاء الله هيك تكون الأيام الجاية اللي بقيت بيئة الشتوية خفيفة على الجميع ونحن يعني الأمانة ما كتير حسينا بهي الشتاء كان خفيف. أما هلأ رح ننتقل لفقرة جديدة ضمن صباحنا لليوم وهي فقرة جدا هيك قانونية ورح نحكي عن خلينا نقول الأسرة والمجتمع المؤسسة الأسروية الأولى بحياة كل شخص فينا. أكيد يا رشا يعني موضوعنا اليوم مع مشاهدينا بهم كل السيدات والصبايا المقبلين على مشروع الزواج وتأسيس العائلة. القانون السوري كيف اليوم كان في عقد الزواج وقديه في تفاصيل كتير مهمة لازم الطرفين يكونوا واعيين عليها كرمال حماية وحفظ الحقوق وأكيد يا رشا يمكن لحتى نحمي أطفالنا من أي مشاكل ممكن تصير معنا. أكيد طالما نحن عم نحكي على القانون فنحكي عم نحكي عن تشريعات وضع القانون السوري لحماية الأسرة لحماية صحيح. الزوجة لحماية الأطفال الحضانة رح نضوي على هذا العقد القانوني بين الطرفين وشو هي أهم التعديلات اللي دخلت عليه. وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي محمد مهدي. سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين عن عقد الزواج وأركانه بالقانون السوري كيف عرفوا؟ عقد الزواج عرفه القانون السوري بأنه هو عقد بين رجل وامرأة يحل بعضهما لآخر شرعا هدفه إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. فتعريف العقد الزواج هو يحدد في السمة الأهم والغاية من التعريف اللي هي إنشاء الحياة المشتركة والنسل. أركان عقد الزواج هي الإيجاب والقبول بالقانون السوري. فلمجرد الإيجاب والقبول الصحيحين بين الرجل والإمرأة فهون نحن تمت أركان عقد الزواج. بالنسبة للشروط فهي شروط عقد الزواج هي المهر، الشهود، تسمية الشاهدين، المهر. اختلاف ركن من أركان عقد الزواج يؤدي إلى بطلان العقد، أما تخلف شرط من شروطه يؤدي إلى فساده. صحيح. العقد الفاسد بيترتب عليه آثار بحال تم الدخول، ما بيترتب على العقد الفاسد آثار قبل الدخول. نعم. الآثار اللي بتترتب على عقد الزواج بعد الدخول على العقد الفاسد بيحقق عقد الزواج جميع الآثار المترتبة عليه من مهر، من نسب، من نفقة، من نفقة حضانة، من أجر حضانة بحال وجود أولاد. الشيء الوحيد اللي ما بيترتب على الآثار بالعقد الفاسد اللي هي بس الميراث. فالعقد الفاسد ما في توارث. بالعقد الباطل نحن ما بيترتب أي أثر من الآثار بحال اختل ركن من أركان الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هي ركن الأساسي الوحيد بعقد الزواج بالقانون السوري بهدف إنشاء الحرية للأشخاص. فالحرية مصانة بالقانون بعدة نواحي للأشخاص ومنها الحرية بالرغبة الجنسية والعلاقة الجنسية اللي كفلها عقد الزواج واعتبرها هي ركن الأساسي اللي بيترتب على حال عدم وجوده البطلان. طيب خلينا هيك نضوي أكثر ونمشي بالترتيب. شو يعني عقد فاسد؟ يعني أنا اليوم ضمن هذا العقد هل في شروط حتذكر وإذا تم الإخلال ببنت واحد يعتبر فاسد قانونيا؟ هلأ الشرط اللي بده ينذكر بعقد الزواج ويكون الشرط هذا غير صحيح أو فاسد
هون ما بيترتب، نحن عنا بطلعنا عقد الزواج بشكل كامل. نعم. الشرط الغير صحيح اللي بينذكر بعقد الزواج هو بيترتب عليه كعقد، بيترتب بطلان العقد وصحة بطلان الشرط وصحة العقد. نعم. الشروط هي شروط خاصة أضافة المشرع بتنذكر بعقد الزواج. هي الشروط ممكن الزوجة تشترط هي بعملها، ممكن تشترط أنا بدي ضل بشغلي، ممكن أنا بدي ضل بشغلي. نعم. ممكن تشترط عليه عدم زواجها من امرأة تانية على الزوجة. هي الحالات اللي كتير انذكرت بمجتمعنا انه صار في شرط انا بدي اشترط على زوجي ما يتزوج علي. هل اليوم بحق كتابة هذا الشرط ضمن عقد الزواج بالقانون السوري؟ بحال تم ذكر هذا الشرط واراد الزوج انه يتزوج عليها وادى هذا الشيء لضرر بالزوجة الاولى يحق لها فسخ العقد. نعم. اما بحال تزوج عليها هلا دائما الزوجة الثانية بال قانون وبالأعراف ما بيحق له الزوج اللي بيتزوج زوجة تانية انه يسكنها بنفس المسكن الشرعي. يعني اشترط اليوم للزوجة الثانية الكفاءة والعدل بين الزوجتين ويأمن لها مسكن شرعي تاني مختلف عن مسكن الزوجة الأولى، إلا بحال كان برضاها بأنه يسكن معها ضرتها الزوجة الثانية. الشروط اللي ذكرتيها انت انه بيترتب على اختلالها، هلا شروط عقد الزواج هي حكينا نحن انه الركن هو فقط الايجاب والقبول. نعم. بالنسبه للشروط، الشروط هي تسميه المهر. بحال تخلف نحن تسميه المهر بعقد الزواج، فتسميه المهر بعقد الزواج بحال تخلف العقد هون تم صحيح، لكن يعتبر بحكم الفاسد كونه تخلف عليه ذكر المهر، يعود تسمية المهر لمهر المثل. نعم. يشترط إضافة لهذا الشيء من الشروط غير المهر هي تسمية الشاهدين. فاليوم اللي بيعقد بين رجل وامرأة وبدون تسمية شاهدين يكونوا مذكورين على عقد الزواج، وقت اللي بيترتب عنا نحن اختلال الشهود ممكن نحن نشهر ونشهد على هذا العقد فيما يلي بيصحح الفساد اللي تم عنا بالعقد. نعم. تمام. خلينا نحكي عن فترة الخطبة اللي بتكون قبل الزواج، اللي بتستمر ممكن لفترة قصيرة أو طويلة، وممكن كتير من الأحيان بتنفك هي الخطبة لأسباب أو خلافات منطقية أو غير منطقية. خلينا نوضح اليوم أكثر شو هي النتائج المترتبة على كلا الطرفين قانونيا. هلأ الخطبة هي وعد بالزواج. الخطبة لو تم فيها قراءة الفاتحة، لو تم فيها الزيارات العائلية أو الهدايا أو أي شيء من ما يذكر، هي لا ترقى للزواج. الزواج لا يتم إلا بعقد ركنه الإجابة والقبول وشروطه. الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، سواء بقراءة فاتحة، سواء بأي شيء من العادات اللي بتتم بفترة الخطبة. وقت اللي نحن أمام خاطبين بيترتب نحن في عنا آثار على الخطبة من ناحية الهدايا، من ناحية الخطوات اللي بتتم من خلال الخطبة. وقت اللي أحد الطرفين بده يعدل عن الخطبة، العدول عن الخطبة بالنسبة للهدايا بيسترد الخاطب اللي أراد بيسترد الخاطب من الشخص اللي أراد الترك، بيسترد منه الهدايا وما أعطاه قيمة بحال عدم توافره عينا. وقت اللي شخص أدى لشخص اللي خاطبه هدية، هذا الشخص تصرف ممكن بالهدية، ممكن يكون هذا مبلغ مالي تصرف فيه، فوقت اللي ما بيقدر يرد هالشخص هذا الهدية نفسها عينا بيرد قيمتها. بيترتب حتى أحيانا نحن عنا تعويض عن فترة خطبة بكان صار فيها ضرر لشخص تاني، شخص خطب فتاة بقصد الزواج، تم الاتفاق بيناتهم، ممكن يكون تكلف حجة الصالة للعرس لعقد الزواج، بالنهاية البنت لأي سببين قالت له أنا ما عاد بدي، فهذا الشيء هو كلفه شيء انضر فيه هو نتيجة عدول عن الخطبة. تمام. أحيانا أستاذ بيصير في خطبة بين الشاب والصبية وبيروحوا لتسجيل كتب الكتاب بالمحكمة عند القاضي المختص، وبعد فترة ما بيصير في خلينا نقول استمرار بالخطبة وبتنفك هاي الخطبة، ولكن اليوم في عقد زواج مثبت ولكن إنه ما إنه رسمي، يعني إنه ما في حفلة ما في نظامي خلينا نقول. اليوم شو حكم القانون بهي الفقرة؟ هل تعامل معاملة الزوجة أو في مراعاة لكونه أنه بس خطبة؟ هلأ بحال تم توثيق عقد الزواج أمام المحاكم الشرعية ولو كان قبل الدخول، فهن بالنهاية أمام القانون تم تبادلهم
للإيجاب والقبول، وتم اشتراط شروط عقد الزواج كافة بعقد الزواج اللي توثق أمام المحكمة، فهي أمام القانون هي زوجة. الفرق بحال صار نحن عندنا إشكال، فهي تسجل مطلقة قبل الدخول والخلوة. بيفرق نحن عندنا هون المستحقات اللي بتطلع لنتيجة هالعقد هاد. بحال هي تم الطلاق بالعقد الموجود أمام المحكمة قبل الدخول أو بعد، بحال تم الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة هي تستحق نصف المهر. نعم. بحال تم الطلاق بعد الدخول فهو زواج نظامي بيترتب عليه آثاره من مهر من نفقة من أي آثار تانية بتترتب عليه. طيب شو بالنسبة اليوم للتوكيل بموضوع الزواج، وخصوصا يمكن خلال هاي الفترة الحالية ووجود شبابنا خارج البلد؟ خلينا نعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. هلأ التوكيل بعقد الزواج اليوم أي شخص بيملك وكالة عامة عن شخص آخر هي ما بتفوضه بأنه يتم تزويجه من فتاة بدون علمه، إلا إذا نصت هي الوكالة على التفويضات الشرعية صراحة فيها، سواء كانت وكالة عامة أو وكالة خاصة شرعية بموضوع الزواج. غالبا بموضوع الزواج بيتم إرسال وكالات، هي الوكالات بتكون بصيغة معينة بتزويجي من فتاة فلانة على مهر قدره كذا، أو صيغة تانية بتنصغ بتزويج بمن يراها مناسبة. بيكون لسه هذا الشخص مو حاطط فتاة معينة بباله، عم يخطب بس هو صح له يبعت وكالة نتيجة صعوبة النقل، صعوبة إرسال الأوراق الوكالة. هذا الشخص هو ملزم بحيث يتم تزويجه بالمهر والشيء اللي متفق عليه. بحال الوكيل تعدى حدود وكالته فهو هون الشخص بتعود انه يجيز التصرف تبع الوكيل او لا. بصير في عندنا نحن بقاعدة بتحكمنا هون بانه الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فوقت اللي انا موكلتيني بشيء انا رحت تجاوزت حدود وكالتي فيه، هذا الشيء بيعود تقدير صحته او عدم صحته، يعني الزامه بالنسبه لك بمدى اجازتك له. وقت اللي انا تجاوزت حدود وكالتي وانت اجزتي هذا الشيء فانت كانك وكلتيني فيه مسبقا. هي معنى الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه. الاشخاص اللي بيتم نحن عندنا احيانا كمان غير موضوع انه التوكيل بالزواج، دائما نحن عندنا الفتاه هي بحاجه لراي وليها بموضوع الزواج. قاعدة شرعية بتقول إنه لا تنكح البكر إلا بإذن وليها ولا ثيب حتى تستأذن. الفتاة البكر هي بحاجة لإذن الولي تبعها الموجود ليتم عقد الزواج، مشترط إضافة لحتى الإضافة لرأيها ولموافقتها إضافة لإذن وليها. هذه من الأركان الأساسية بالعقد. أحيانا في أشخاص عم يتم بتفويض الزوجة بانه هي تتم احيانا للمحامي احيانا لاي شخص، يعني هو عم يفوضه بانه يتم له العقد الزواج مع الفتاه اللي بده اياها. احيانا في عندنا حالات عم يشترطوا عم يعطوها امر تفويض نفسها بطلقه او غيرها. كيف يعني؟ في حالات عم يعطي الزوج بعقد الزواج عم يفوض زوجته بطلقه، بحال انه هلا الزوج مثلا موجود بسوريا بده يسافر، هذا الزوج تم عقد الزواج بيناتهم وهو بحاجه لاوراق معينه لحتى ياخذها للبلد اللي هو مقيم فيه، بحال مثل ما ذكرت كان هو خارج البلد. بحال هذا الزوج تعذر بانه هي تسافر لعنده لاي سبب، فهو عم يفوضها بامر نفسه بطلقه. انه بحال هذا الشيء ما تم بيناتهم او ما قدرت هي تسافر لعنده، ما تضل هي معلقه ليبعث وكاله بطلاق او يوقع عليها طلاق او يفوتها بموضوع مشكله بانه ترفع دعوه تفريق لحتى هي تخلص نفسها. كونك ذكرت دعوه الطلاق والتفريق، خلينا هيك نمر عليها كمان. اليوم ضمن القانون السوري شو هي اهم شروط هذا التفريق والطلاق، وكيف بينظر القاضي اليوم؟ دائما احنا بنعرف انه الزوج دائما بينزل على المحكمه انه قادر انه يطلق، ولكن الزوجه بحاجه لرفع دعوه. يعني هلا الزوج بيقدر انه يطلق، هو بيملك عصمه نفسه بالطلاق الاداري فقط. الطلاق الاداري وقت الزوج هو باراده منفرده بده يطلق زوجته، ممكن بسبب مقنع وممكن بدون سبب مقنع، فهو بيتم بمعاملة طلاق إداري وهو اللي ما يسمى بمصطلح موازي الطلاق التعسفي. بيجي الزوج خلص يعني ما في ممكن سبب مقنع، أنا ما عاد بدي إياها لهي الزوجة،
بيوضع المستحقات تبعها بالنسبة للمهر بالنسبة للنفقة بصندوق المحكمة وبيتم التطليق. بالنسبة لحالات الطلاق الأخرى، نحن في عنا عدة حالات للطلاق، في عنا التفريق لعلة الغياب، في عنا التفريق لعلة الشقاق، في عنا التفريق لعلة المرض. التفريق لعلل الشقاق هي غالبا هي الحالات الأكثر انتشارا بالمحاكم. التفريق لعلة الشقاق هي حالة، هي دعوة بيملكها الزوج والزوجة. يعني دائما الناس بتروح لموضوع انه بس الزوجة اللي بترفع دعوة تفريق لعلة الشقاق، لا، هي حتى هي الحالة، هي الدعوة التفريق لعلة الشقاق هي حتى ملك للزوج. بحال هي الزوجة اللي كانت السيئة، الزوج ما عم يبدر منه شيء، هو ما بده يروح يطلق الطلاق الإداري التعسفي لحتى ما يلتزم بمستحقاته دائما، لأنه هو ممكن ينعفى بحال كان المهر تبعه هو مبلغ عالي أو شيء. بحال راح هو رفع التفريق لعلة الشقاق وثبت الضرر والشيء من على زوجته، فهو بينعفى من المتأخر. يعني هو استحقت هي المتقدم لمجرد العقد الصحيح والخلوة، بس المتأخر دائما هي اللي بينظر فيه القانون لحالة انه نسبة الضررين على الشخصين، بحال هي كان السبب منه ولا السبب منها. فممكن من الحالات بانه الزوج هو اللي يتم برفع دعوة تفريق لعلة الشقاق، او حتى التفريق لعلة المرض. يعني ممكن الزوجة تكون بحالة مرض معينة ما عم تتمم واجباتها الزوجية نتيجة وجود هذا المرض فيها. طيب اليوم في حق للزوجة لحتى توضع شروط ضمن عقد الزواج، خصوصا انه كثير اليوم السيدات او الصبايا بيكون عندهم شروط كثيرة، ويمكن اليوم كثير بيصير قابل او اذا في حال صار خلاف بينه وبين الزوج انه كان في حال وجود اولاد بدها هي حضانة الاطفال، تقدر تحط هذا الشرط اليوم ضمن عقد الزواج؟ هلا الشروط بعقد الزواج هي اي شيء غير مخالف للقانون وغير مخالف للنظام العام فهو يصلح لان يكون شرعا، لان يكون شرطا عفوا. الشروط اللي ممكن هي تحطها هلا بالنسبه للحضانه، فهي بالنهايه الحضانه للزوجه بحال تم الطلاق، فهي الحضانه للام حتى بلوغ الاطفال سن ال 15 عاما. بالعام ال 15 يتم تخييرهم للثلاث سنوات المتبقيه لاتمامهم سن الرشد اللي هو 18 عام. بحال اشترطت هي ولا ما اشترطت فهو هذا الشرط لها. غالبا بتكون الشروط بعقد الزواج هي شروط ثانوية، لا تملك تماما، لا تملك هي القوة القانونية فيها بشكل كامل. مثل كيف مثلا؟ بحال مثلا هي الزوجة اشترطت انه هي تضل عم تشتغل، بحال مثلا الزوجة اشترطت وجودها بمكان معين او تسكن لحالها، ممكن انه ما يتزوج عليها زوج ثاني. تمام، ممكن ما يتزوج عليها هي اهم شغله بتهم النسوان، ما يتزوج عليها. طيب اليوم اي خلل بهدول الشروط فيها تاخذ هذا العقد تروح عند القاضي تقول لسياده القاضي انه انا عندي هدول الشروط اليوم تم الاخلال ببند منهم؟ بحال تم الاخلال بهذا الشرط وكان الاخلال بسبب لها ضرر نتيجه اختلال هذا الشرط فهي بحق لها فسخ العقد. ودائما نحن عندنا بيتم فسخ العقد من خلال المخالعة أو الطلاق مثل ما حكينا. المخالعة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد هي على بدل خلع المخالعة تتم، وهي تعتبر فسخا لعقد الزواج وليس طلاقا، وهي لا تحسب من عدد الطلقات. رضا اليوم عم يكون تكون المخالعة بين الطرفين، يمكن هي الحل الأسلم إذا في وجود اليوم أطفال، يعني ما في داعي لهال. المخالعة هي الحل الرضائي بين الطرفين بحال مثل ما تفضلتي وجود أطفال، نحن لحتى ما يتأثروا الأطفال بأنه نحن أهلينا بالمحاكم. دائما الرابطة الأسرة هي اللي عم تعكس على المجتمع بكل حالاته، وقت اللي الأسرة اليوم متماسكة عايشين بحالة، هي الأطفال عم تطلع مثمرة ومنتجة بالمجتمع تبعها، بعكس وقت اللي عم تعيش خلافات، عم تعيش بحالات نفسية، هي الأطفال عم تكبر. صحيح. بغض النظر نحن اليوم الحضانة ضلت للأم لل 15 عام وأخذهم الأب بعد ال 15، بالنهاية ما عاشوا هيدون الأطفال الحالة المتكاملة وجود الأب والأم. حالة صحية المفروض تكون بنهاية لقائنا اليوم أستاذ محمد، هيك نصائح قانونية لكل حدا اليوم مقبل على الزواج كرمال يكون هذا العقد قانوني ويشمل الشروط وتكون هيك مثل ما بيقولوا ضامن حق الفتاة. اليوم الضمان الأهم عقد الزواج لحتى يضمن حق الطرفين، حتى مو بس حق الفتاة، هي تنظيم هذا العقد أمام المحاكم. وقت اليوم أي شخص مقبل على الزواج، ممكن خطب فترة، ممكن ثبت زواج، ممكن ما ثبت زواج، وقت اللي بيكون هذا العقد موثق أمام المحاكم، الخاطب الشاب أو الفتاة عرفوا هن بالتزام أمام القانون وأمام المجتمع تبعهم بهذا العقد.
انه هذا نحن العقد ما عاد ضل حيز كلام فقط، هو صار له قوه ملزمه. الاهم من هذا الشيء بس النصيحه، يعني الاهم هي حالات الزواج اللي عم تتم لخارج البلد. دائما عم يتم من خلال تعارف عن طريق وسائل التواصل، عن طريق معارف من اشخاص ما عم يعرفوا اهل الفتاة الزوج الحقيقي اللي عم اللي هن بدهم يزوجوا بنتهم ويبعثوها لعنده. في حالات عم تتم، عم نسمعها بالمحاكم، حالات مرعبة، يمكن حالات كتير استاذ. في حالات عم تتم، هي حالات خطف تمت وتجارة اعضاء تمت من خلال اشخاص عرضوا فترة عرضوا فكرة الزواج على فتاة وتم ارسالها لعندهم. من فترة تعرضنا لحالة امام المحاكم بانه شخص مقيم بدبي تعرف على فتاة عبر وسائل التواصل، تم وعدها بالزواج ولفترة معينة يحكوا مع بعض، قال لها أنا حأتزوجك وطلعك لعندي على دبي. لح أبعث لك تحاليل معينة، هي التحاليل بتساويها لأنه هي التحاليل هي بأوراق مطلوبة لحتى نحن نثبت زواجنا بدبي وقت اللي بتوصلي لعندي. قالت له نحن عنا بس فحص ما قبل الزواج بالنسبة للقانون السوري. قال في قال نحن بحاجه لتحليل انسجه، لتحليل دم، لتحاليل معينه. واللي وصلت الفتاة لعنده وفيز له وبعتها لعنده واخذها لعنده على دبي، بعد فتره معينه فقد الاهل التواصل مع هي الفتاة ليتفاجئوا فيما بعد بانه هي الفتاة هي وقعت مع ضحيه لشخص هو عباره عن تاجر بالاعضاء البشريه. تم قتل الفتاة والاستفاده وبيع اعضائها من خلال هالشخص. فدائما نحن ما يعني ما يفرح الاشخاص بانه اجانا نحن عريس ممكن لبرا او شيء، نحن بحال ما كنا بنعرفه. يعني اليوم مطلوب من الاشخاص انه بتعرف حالها بس هي وين رايحه، يعني بشيء معين بس من الادراك والوعي. يعني بالختام يطول الحديث مع حضرتك عن اهميه هذا الموضوع، قديش لازم يكون في ثقافه ووعي اكثر لانه هذا العقد لازم يكون كثير مدروس. بدنا نشكرك كثير المحامي الاستاذ محمد مهدي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شكرا استاذ محمد لحضورك اليوم ويومك حلو، اهلا وسهلا بحضرتك. كمين رشا بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل للتقرير التالي مع ختام فعاليات البرنامج التثقيفي الحواري يلي اطلقته وزارة الاوقاف في كافة المحافظات السورية. اقيمت الفعالية الختامية في جامع المنى بمدينة طرطوس بحضور فعاليات رسمية ورجال دين. تفاصيل اكثر مشاهدينا بالمادة التالية. في ختام فعاليات البرنامج التثقيفي الحواري الذي أطلقته وزارة الأوقاف في كافة المحافظات السورية، أقيمت الفعالية الختامية في جامع المنى بمدينة طرطوس بحضور فعاليات رسمية ورجال دين. كما شاهدتم هذا التفاعل وهذه الفائدة الكبرى التي تحققت لنا جميعا تحت شعار قول السيد الرئيس بشار الأسد، الأسرة هي الحامل للعادات والتقاليد والثقافة وكل ما يتعلق بالهوية السورية، والتركيز على حماية وصيانة الأسرة أمام هذه الهجمات المتتالية من الغرب الفاسد أخلاقيا وقيميا، والتركيز على العنصر الأساسي في المجتمع والذي هو الأسرة وليس الفرد، لنواجه الليبرالية الحديثة في مجتمعاتنا. فكانت هذه الحوارات غناء ومفيدة وخرجنا بمخرجات ممتازة، منها ما يتعلق بكل حقوق المرأة من خلال الكتاب الذي تم إصداره. فعاليات البرنامج الحواري استمرت على مدار شهر كامل في مختلف المحافظات السورية للأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم وكوادر التعليم الشرعي، وتضمن جلسات حوارية متنوعة. هذه المحاور أو البرنامج التثقيفي الحواري المحوري كثير هام كان، لأنه أسقط على شيء مهم وهي الأسرة وأهميته، اللي هي اللي فعلا من واقعنا هلأ يحاولوا تهديمها الأسرة. فمشكورة وزارة أوقاف وسيادة الوزير لهالبرنامج المكثف خلال شهر شباط على مدار جميع المحافظات. حفاظ على الأسرة هو حفاظ على المجتمع، واليوم الأسرة أحوج ما تكون إلى أن نحصنها داخليا من ضمن تعاون أفراد الأسرة، وخارجيا من المجتمع المحيط في هذه الظروف الراهنة أن ندعم الأسرة حتى تنهض من وسط هذه الأزمة الاقتصادية. له عظيم الأثر في تدعيم وتقوية دور الأسرة الذي تعرض بالفترات
الأخيرة إلى الكثير من المحاولات هدم هذا المفهوم العقائدي الفقهي الشرعي الذي هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع. البرنامج الحواري يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير والتوعية بقضايا الدين والمجتمع وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وبختام صباحنا لليوم حنروح ضمن فقرتنا لطلاب المحافظات السورية اللي هن في سباق علمي جديد في الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين 2024. مرحلة جديدة من التنافس رح تكون العلمي بين أبناء المحافظات السورية للصغار واليافعين. أكيد مشاهدينا، وترتفع وتيرة المنافسة بين المحافظات السورية سعيا من طلابها إلى انتهاز فرص التميز العلمي بالاختصاصات كلها. وأكيد مددوا التسجيل ل 15 آذار عفوا. وأكيد اليوم رح نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا عن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين مع ضيفتنا الآن سيدانيا قباني، أمين سر اللجنة العلمية لاختصاص علم الأحياء. إسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. إسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ولكل خلينا نقول التجهيزات اللي قمتوا فيها. وقت نقول لصغار ويافعين، احنا اليوم عم نقصد عم ندوي على شريحة معينة، شو مين هي هي الشريحة؟ هلا الشريحة الأساسية إذا بدنا نحكي عن فئة الصغار فهي بتضم أكيد الصف الخامس وصف السادس، بينما اليافعين فهي بتضم صف السابع والثامن، فهذا الفرق بيناتهم كتسمية، صغار خامس سادس، يافعين سابع ثامن. خلينا نعرف المشاهدين أكثر اليوم، شو هي المواد العلمية اللي عم يشملها اليوم الأولمبياد؟ تمام، هلا كمان هون في عنا شوي فروقات، في عنا الصغار عم يكون أكيد في عندي أنا فينا نقول اختبارين أو مادتين علميتين أساسيتين اللي هن الرياضيات والعلوم العامة، بينما اليافعين بيكون في عنا ثلاث اختصاصات فيزياء وكيمياء، علم أحياء ورياضيات. فكمان هون في فرق، هذا الفرق الصغير بيناتهم يعني. طيب اليوم كل عمل نشتغله نحن بالحياة كان على الصعيد الشخصي أو العملي في هدف طبعاً. اليوم نحكي عن الهدف والرسالة اللي حبيته توصلوها. تماماً، هلأ الهدف الأساسي من الصغار واليافعين أن نحن نتيح الفرصة لهي الشريحة الصغيرة أنه هن كرمال يقدروا أول شيء ينموا مواهبهم العلمية، لأن صدقيني في فرق كتير لما يكون الواحد مبلش بأولمبياد من عمر صغير يعني بيكون أكيد أهم بكتير أو أفضل من أنه يبلشوا بمرحلة الكبار، لأنه نحن بنعرف يعني أولمبياد للكبار، فأنت كل ما بتهيئيه مبكر للطفل أو للطالب فهو لح يكون في عنده، لح يعرف كيف بده يتوجه بطريقة تفكيره. حتى الفكرة الأولمبياد هو بيعطي شيء يعني هو بيعكس شيء حياتي حتى يعني صدقيني، وهي من تجارب انه الطالب لما بيكون معنا بالأولمبياد هو حتى حياتيا عم يفرق، هو عم يعرف يتعامل مع غيره، عم يعرف كيف ممكن يوصل فكرة حتى لطالب تاني. عم بيصير نحن في عنا بعمر صغير بذرة كتير مهمة انه هذا الطالب من هو صغير مثلا اذا في عنده سؤال معين هو بيروح بدور عليه وقادر انه يلاقي جواب ويناقش هذا الجواب مع مدرب. فنحن كل ما وسعنا هذا الشيء من عمر أصغر كل ما هذا الشيء عكس بطريقة كتير إيجابية للمراحل المتقدمة. طيب اليوم شو هو الفرق أو الاختلاف بين الأولمبياد العلمي المعتاد وأولمبياد الصغار واليافعين؟ تمام، هلأ كمان الفرق اللي كتير أساسي أنه بالأولمبياد العواشر بيكون الطالب بده يختص بمادة واحدة يعني هو حصراً يا فيزياء كيمياء علم أحياء رياضيات أو معلوماتية، بينما بالصغار واليافعين لا، هو أكيد بإمكانه يكون أكثر من مادة. تماماً، وبالعمر يعني هو عم يكون صف عاشر هناك، بينما هون يافعين وصغار. طب خلينا نرجع للسنوات الماضية ونحكي عن التجارب، خلينا نقول اللي أثمرت بالسنوات الماضية، شو أهم المواهب اللي تم اكتشافها خلال السنوات الماضية؟ تمام، فينا نقول كيافعين نخصص هيدي القصة، لأنه هلأ الصغار نحن هاي تاني سنة عم نعمل صغار. يافعين نحن يعني صدقاً وصلنا لطلاب هن يعني فينا نقول مستواهم أعلى من طلاب صف العاشر حتى بسبب وجودهم هو باختبارات اليافعين أو بمشاركتهم باليافعين، فنحن هذا الطالب قدران ينافس طلاب بعمر صف العاشر حتى هو عم ينضم للفريق الوطني لهي المادة. فهذا الشيء يعني كان كتير مثمر انه هذا الطالب انت عندك يا اول شيء وضحت هي الخامه، فهي الخامه انت قدرتي تلقطيها وانت مو بس لقطيها عم تقول بيها بطريقه تفكير معينه كرمال هو لما يعني قدران تماما يكون مثله مثل العاشر واحيانا افضل منه. فهذا الشيء بسبب اليافعين نحن قدرنا كتير يعني هلا بفريقنا الوطني
بدنا نحكي كعالم احياء شوي انه في عندنا نحن كذا طالب يافعين ضمن الفريق الوطني. اليوم ايمتى بيبدا الاولمبياد وايمتى بينتهي وشو هي المراحل التنافسيه الموجوده اليوم؟ تمام. هلا كمان كصغار ويافعين هلا مددنا التسجيل بانه 15/3. هلا بيكون الاختبارات، اول اختبار فينا نقول كمراحل بيكون هو عباره عن اختبار اونلاين، فهذا الاختبار يعني فيه طالب كرمال حتى هذا الستريس شوي يقل، يعني فيه طالب يعمله بالبيت يعني ما في مشكله. بعدين بيكون في عنا مرحله ثانيه، هي المرحله الثانيه طبعا بتكون حسب علامات معينه بناء على المرحله الاولى. الاختبار بيناسب كل المستويات؟ تمام. هلا بده يكون يعني بيناسب نوعا ما صف الخامس والسادس كصغار، ممكن تكون المعلومات اعلى شوي. انت حتى الطالب بدك اياه ما يكون مقلب بانه انا حفظت شيء لحطه. يعني هو لازم يحفظ شيء اكيد كمعلومات اساسيه، بس هو لازم هي المعلومه الاساسيه يطلع منها جواب ويكون منطقي، ما يكون يعني تلقين، ما انه انا حفظت بدي احط، لا هي المعلومه انا اخذتها بس انا بدي اقلبها وممكن حل سؤال انا مو مارق معي بناء على تفكير منطقي. حلو. فهي هي اللي بتفرق. طب خلينا نروح للنتائج والفائزين ضمن هذا الاولمبياد، شو حينطرون فيما بعد بعد هي التجربه؟ تمام. جاهزين معهم شيء؟ رح تضلوا متابعينهم ومستمرين معهم؟ تمام. هلا اذا بدنا نحكي كفائزين هن كمان يعني صدقيني الكل عم يكون ربحان بغض النظر اذا هو وصل لشيء اسمه تصفيات نهائيه او لا. يعني انا مرق معي كذا طالب ما حالفهم الحظ يروحوا مرحله ثانيه، بس انا لهلا معنا حتى كمدربين، فنحن دائما بنخبرون وهن حتى بيحسوا انه نحن ما عنا والله ربحان وخسران، نحن عنا عن جد الكل ربحان، الكل ربحان لانه هذا الشيء يعني قلت لك عم يعكس على حياته، يعني هو عم يصير عم يحس انه في فرق بالشيء اللي نحن عم نقدم له اياه مثلا والشيء اللي معود عليه. عم نحكي كيافعين، اليافعين شو ممكن يستفيدوا من هي القصه؟ انه اي طالب من طلاب اليافعين بيجيبوا ميداليات بالتصفيات النهائيه ممكن يقدم الاختبارات تبع الكبار. يعني هو ممكن فورا يقدم اختبارات المراحل الاساسيه تبع الاولمبياد الكبار. فهي كانت ميزه كثير منيحه، نحن بسببها صار في عندنا بفريقنا طلاب يافعين بالفريق. بالنسبه اليوم لطريقه التسجيل اليوم للمشاركه بالاولمبياد، في مدته التسجيل ل 15 اذار، في اقبال كثير كبير كانه اليوم هو تمام. كيف عم يتم التسجيل؟ هل عم بيكون الكتروني؟ تماما. هو التسجيل انه عم يكون الكتروني، عم يكون في لينك موجود على الصفحه الاساسيه تبع صفحه هيئه التميز الاولمبياد على الفيسبوك. هو بس لينك يعني بيضغطه بيعبي بقى استماره وخلص بيكون سجل. هو تماما لانه كان في اعداد كثير كبيره عم تسجل فاضطرينا نمدد التسجيل. حلو. طيب اليوم طلابنا يلي عم يروحوا لتحقيق مراكز متقدمه ضمن هذا الموسم، هل اليوم هن بحق لهم انه بالموسم القادم ايضا يكونوا مشاركين او خلص اليوم اكتفوا من هي التجربه؟ لا بيقدروا، يعني اي طالب حالفه الحظ او لا فهو بيقدر يرجع يقدم اختبارات. خلص طالما هو صف خامس فهو بحق له خامس سادس سابع وثامن حتى. بس للثامن بقى اكيد لحتى يصير عاشر بيقدر يقدم مرحله الكبار. بس هو باي مرحله اكيد بيقدر تمام يقدم. خلينا نحكي قد ايه ممكن اليوم تاثر المشاركه بالاولمبياد بشكل كثير ايجابي ومفيد على التحصيل الدراسي اليوم للطلاب؟ تمام. هو كثير، يعني نحن لاحظنا انه عن جد يعني اغلبيه او مو اغلبيه فينا نقول معظم الطلاب اللي هن حتى عم يكونوا فريق دولي ويطلعوا يسافروا وفينا نقول يعني يتنافسوا مع باقي الدول، هن ثلاث ارباعهم عم يكونوا حتى طلاب بكالوريا. فنحن بنعرف البكالوريا عنا هي كثير مفصل اساسي بحياه كل حدا، ف يعني صدقا الطالب اللي بيطلع لهنيك وبيقدر يجيب اصلا حتى تحصيل عالمي وحتى البكالوريا تبعه بيكون يعني يا دوب ناقصه علامتين ثلاثه. فهي يعني ما مرق نحن معنا حاله انه طالب مثلا بدل اولمبياد على دراسته، بالعكس تماما هن عم يمشوا بشكل متوازي وما في تقصير باي جهه. فكثير عم بيكون بالعكس يعني هو ساعتها ممكن يدرس دراسته بطريقه الاولمبياد. طيب حضرتك اليوم من خلال خبرتك ضمن هذا المجال بتفضل اليوم الطالب اذا كان متميز باكثر من اختصاص انه يروح لتقديم الاختصاصات كلها، او بتحبي انه اليوم يركز على اختصاص واحد كرمال يعطي اثمر اكثر؟ تمام. هلا انا من رايي تماما انه هو لا يختص باختصاص واحد. بس الفكره نحن ليش بنخلي الطلاب بعمر صغير يفوتوا بكذا اختبار كرمال لسه الطالب يعرف حاله وين؟ يعني هو قدران فينا نقول مو انه يجرب، بس يجرب هذا الاختصاص وهذا الاختصاص، لانه بعمر صغير ممكن يقول لك انا بحب العلوم وبحب الرياضيات
بحب الفيزياء يعني لسه هو تجاهه علمي تماما مو مبين هو بأي منحة فهو أوكي أنت شوف بالخامس والسادس شو بتحب بس بالعاشر لازم تكون مقرر أنه أنت أي مادة بدك إياها كرمال تبدع فيها. كنا بنعرف اليوم أنه هاي المسابقات فيها فوز وفيها خسارة. اليوم خلينا نوضح يمكن كثير من الطلاب اللي بيشاركوا وما بيفوزوا بيقولوا لك أنه نحن ما عندنا شيء اسمه خسارة. اليوم نحن يمكن نفزنا بكثير شغلات بثقافة بثقة بالنفس برفقة موجودين بالمدربين اليوم اللي موجودين أكيد بالأولمبياد. خلينا نوضح هذا الموضوع. تمام يعني نحن عنا مثلا أي حدا هلا أنا ما بحب عن جد أبدا كلمة خسارة بس أوكي هو ما قدر يجتاز مرحلة أو ما قدر فينا نقول يحصل ميدالية أو شهادة تقدير أو أي شيء هو عم يتم معنا يعني نحن بنحسسه بهذا الجو انه هو نحن كفريق نحن عن جد عيله يعني انت حابب مثلا اختصاص البيولوجي بس ما قدرت مثلا تطلع فيه اوكي انت حابب هذا الشيء تعال معنا مدرب وهو بيجي معنا مدرب يعني مو بس مدرب حتى احيانا متطوع انه هو ما بده يطلع من هيدي العيله ما بده يطلع من هذا الدومين انه انا بدي تم معكم فهذا الشيء اكيد بيأثمر مثل ما قلتي على المدربين نحن في عنا شريحه واسعه من المدربين بالمحافظات كلها بنحاول نربط المحافظات كلها بتدريب معين والحمد لله يعني العجله كل ما عم تكون يعني سنه بعد سنه عم تكون النتيجه افضل بكثير من السنوات اللي قبل. ممكن دائما نقول سنه ورا سنه نستفيد من تجارب مرقنا فيها بعض الهفوات نحن ممكن نصححها بالعام الجديد. اليوم عم نحكي عن محافظات سوريه وتشبيك بين المحافظات وهذا الشيء ممكن يسبب بعض الصعوبات. شو اهم الصعوبات اللي ممكن تمرق معكم؟ هلا كصعوبات قصدك كتدريبيه؟ نعم هلا تدريبيه ممكن مثلا بمكان معين يكون في مثلا مدربين اكثر من مكان ثاني فنحن بنحاول يعني بنحاول قدر المستطاع انه الماده العلميه اللي تكون ماخوذه مثلا بهيدي المحافظه نحاول نعممها مثلا على المحافظه الثانيه اذا مثلا فينا نعمل لهم حتى محاضرات اونلاين على مثلا نبعث لهم رابط معين بس هذه هي المرحله كلها بتصير طبعا بعد التسجيل بعد ما يسجلوا كل حدا يعرف هو شو الاختصاص اللي بده اياه بس هي كمان بتكون كآليه تطوعيه بنكون في مثل جروبات على السوشيال ميديا نتناقش فيها مثلا بالمواد العلميه بنبعث لبعض مواد علميه معينه محاضرات بس يعني قدر المستطاع لانه هي الهيكليه عم تكون تطوعيه بس تطوعيه وماشيه يعني ما انه انا ما بدي ادرب لانه تطوعيه لا. اليوم قد ايه مهم كاهالي وكادر تدريسي اليوم ضمن المدارس انه نحن نشجع الطلاب للمشاركه بالاولمبياد قد ايه هذا الشيء مهم وقد ايه نحن من خلاله ممكن نستثمر اوقاتهم بشكل كثير ايجابي ونكتشف اذا كان في عندهم مواهب مميزه لحتى نطورها اكثر. تمام هلا هو كثير مهم مثل ما قلتي انه اول شيء الاهل يكونوا هن الحافز او يكونوا هن اللي عم يشجعوا على هذا الشيء ونحن كمان مرق معنا كثير حالات انه الاهالي هن يلي يعني هن بدهم اولادهم يكونوا بهذا الدومين ويكونوا لانه هذا الشيء عم يعكس يعني عم يشوفوا يلي ابنه صحيح انه شو صار معي يلي قبل فانا اكيد بدي لابني الافضل فانا خلص طالما هذاك الحدا بس لما تاثر بدراسته او ما اثر شيء على شيء فانا اكيد بدي ابني يروح بهذا الدومين فالاهل عم يكونوا كثير مشجعين وحتى في منهم عم يكونوا يعني مهتمين كثير يعني مثلا راح على حدا منهم محاضره من ابنه او شيء قال له كوتش مثلا بعثي لي المحاضره لابني وهي كمان صارت معنا كثير يعني بتلاقي الجروب عليه اهالي اكثر من طلاب لانه هن كثير مهتمين. هلا بالتحصيل الدراسي يعني كمان لازم الطالب يعني مثل ما قلت لك يعني ما مرق معنا حالات انه قصر بدراسته اكثر ممكن الاهالي اليوم بتخاف من هاي النقطه بتخاف تماما خاصه ضمن ضغط المنهاج اللي اليوم عم يواجهوا طلابنا يعني منهاج كبير ضغط كثير كبير فبتقول لك اليوم الام انا بفضل انه يخلص هاي السنه ويروح بعدين فيما بعد ولكن طالما انت عم تقولي اليوم الاهالي على الجروبات اكثر من هذا بشره خير خلينا نقول يعني بس بتحسي دائما انه الاونلاين غير اكيد غير يعني غير انك يكون الطلاب متواجدين قدامك عم تقدروا تتواصلوا بالتحدث بحركات الجسد اكيد هلا حتى نحن في يعني نحن بمراحل فينا نقول استثنائيه بنتجه للاونلاين بس نحن لا بنعمل يعني بنعطيهم محاضرات اون سايت بالكليه وبكل اماكن فيها فينا ندرب فيها فينا نحن لا بنعطيهم اكيد محاضرات اون سايت يعني اكيد. بالختام نتشكرك كثير الانسه دانيا قباني امين سر اللجنه العلميه لاختصاص علم الاحياء نورتينا واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم يعطيكم الف عافيه. يسعد صباحك موفقين هيك ان شاء الله هيك بنشوفكم بنتائج جدا ايجابيه عندنا ثقه فيكم باذن الله أكيد. باذن الله اكيد شكرا كثير يا هلا. اما نحن وصلنا لنهايه صباحنا لليوم هيدي شكرا لك. شكرا رشا يومك حلو مع كل الاشخاص اللي بتحبيهم ان شاء الله يا رب وانت كمان بالناس المحاطين دائما حوالينا بالكلمه الحلوه وبجبر
عن الخاطر. كونوا بخير، باي باي. كوني بخير أكيد رشا، وأكيد كونوا بخير مشاهدينا. شكرا لكم على المتابعة، وأكيد شكرا لكل كادر صبحنا غير لليوم. إن شاء الله يا رب قدرنا نكون خفاف على قلوبكم وقدمنا لكم المعلومات المفيدة. أكيد بكرة موعدنا بيتجدد معكم مع معلومات جديدة وضيوف جداد وأكيد كادر جديد. ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير.